زامي عبد الكريم نائب برلماني عند دائرة السنة الجديدة، عضو جماعي بجامعة الترابية ديال عامر، وعضو في المجلس الإقليمي ديال سلا عن حزب التجمع الوطني للأحرار. الاستقالة ديال بشيصان فطاح الرئيس السابق ديال الجماعة ديال عامر هي استقالة غير مفهومة لحد الآن. الكل يتساءل حول ماهية الاستقالة، ولو كانت الاستقالة بصح نيت في أجواء عادية، لأن المنتخب أو الرئيس حر أنه يستقل في أي وقت، القانون كيخول لي أنه يستقل في الوقت اللي بغى، ولكن الاستقالة مرفوقة بالاختفاء. هذا كيطرح واحد العدد ديال علامات ديال الاستفهام. مع طبيعة الحال الاستقالة ديال الرئيس سلكات جميع المساطر القانونية على مستوى السلطة الإقليمية. من بعد أعلن السيد العامل عن حل المكتب ديال الجامعة ديال عامر، وتلقي الترشيحات لرئاسة هذا المجلس. من طبيعة الحال كانوا عندنا جوج ديال الترشيحات ديال الحزب الاستقلال في شخص الرئيس السابق ديال هذه الجماعة هذه، وحطيت الترشيح ديالي أنا كذلك للظفر بالرئاسة هذه الجماعة هذه. دار اي احراج او لا باش ما نطيحوش في الاحراج مع الاخوان ديال حزب تجمع الوطني الاحرار اللي صطفوا الجانب ديال حزب الاستقلال ومشاركتهم في المكتب ديال هاد الجامعه هذه. فضلنا باش نلغيو داك الترشيح ديالي، وما ما 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 قدمتش الترشيح ديالي في اخر لحظه، وما حضرتش للدوره ديال انتخاب الرئيس، مادام ان الاخوان راه كيشاركوا في التسيير وغيشاركوا معنا في التسيير. وحنا هاد الجامعه هادي منذ التاسيس ديالها في 2008 وهي كتشهد نفس هاد السيناريوهات ديال تغيير الرئيس في نصف الولايه كامله. المهم اليوم انا كنعتبر بان هاد الولايه اللي كنا في التسيير في من الاول ديال 2021 الى غايه الاسبوع الماضي عاش واحد العدد ديال التحولات كما ذكرتها في واحد العدد ديال اللقاءات الصحفيه، واحد العدد ديال التحولات للقضاء على دور الصفيح، اعاده الايواء ديال اكثر من 7000 ديال دور الصفيح، القطب الحضاري ديال رياض الحنشة، البناء جوج ديال المؤسسات التعليمية والثانوي والإعدادي بالبراهمة، البناء ديال المستوصف بالبراهمة كذلك، الملحقة الإدارية في البراهمة. هذا واحد العدد ديال المشاريع اللي داروا في هذه الجامعة هذه خلال هذه الولاية، مع رغم التعثر رغم النقص في التجربة بالنسبة للرئيسة، ولكن بالمكتب استطعنا أننا نحققوا بزاف ديال الحويجات إيجابيين. من بعد جاء المشكل ديال التصميم التهيئة، واللي منذ التحاقنا بقبة البرلمان أو بالمؤسسة التشريعية وحنا كناديو في أي مناسبة باش التصميم التهيئي يخرج الحيز الوجود في أقرب وقت ممكن، لأنه هو الطريقة الوحيدة أو الطريقة الوحيدة اللي يمكن لها تخرج الجماعة من هاد الفوضى العشوائي وهاد المشكل ديال الكهرباء، المشكل ديال الماء، الصالح الشرب، المشكل ديال الطرقات ديال المرافق العمومية. من بعد منين جا هاد التصميم التهيئة بطبيعة الحال كل واحد أوله بالطريقة اللي أولوا بها، وفهم الساكنة على أن التصميم التهيئة هو بمثابة ترحيل الساكنة، وبأن هذا المجلس هذا هو اللي كان السبب من طبيعة الحال في تنزيل هذه الوثيقة التعميرية. أنا كنقول ومن هذا المنبر هذا بكل مسؤولية، أنا كنت من 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 الناس اللي ساهموا في إخراج هذه الوثيقة التعميرية، لا على مستوى الوكالة الحضارية ولا على مستوى الوزارة ولا على مستوى السلطات الإقليمية، وكنفتخر أنني في هذه الولاية هذه خرج هذا التصميم التهيئة، وهو اللي غينظم التعمير وضابط البناء العام في هذه الجامعة هذه. أنا نقدر نقول لك أنا هو هذه النقطة المهمة أو التحول الوحيد اللي كاين في هذه الجامعة هذه، واللي غادي يخرجها أو اللي غادي يحطها في مصاف الجامعات الأخرى، لا على مستوى الإقليمي ولا على مستوى الوطني. ماشي غير بعيد، هذه واحد الأسبوعين أشرف السيد رئيس الحكومة على توقيع
اتفاقية مع العملاق الصيني لصناعة البطارية الليثيوم ديال السيارات جيغاتيك، واللي غادي يتنجز على 500 هكتار وغادي يخلق 30 ألف منصب شغل. أنا بارك علي غير هاد الإنجاز هذا إلا مشى تحقق وتبنى فوق الأرضية ديال الجماعة ديال عامر، غادي نكونوا سعداء أننا خرجنا هاد الجماعة هذه من مصاف الجماعات الفقيرة إلى الجماعات الغنية، وغتولي جماعة من الجيل الجديد. من طبيعة الحال غادي تطرع فيها واحد العدد ديال المقتضيات، منها القضاء على البطالة، التحدي ديال 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 التعليم، التكوينات من طبيعة الحال في مجال الشغل، القضاء على البطالة. هادو كلها مقتضيات اللي غادي تجعل هاد الجماعة دي تحول من حسن إلى أحسن. نتمنى المكتب المسير الجديد نتمنى له التوفيق في أداء مهامه، وحنا جنود مجندين لخدمة هذا الوطن من أي موقع كان، لا على المستوى التشريعي ولا على المستوى الجماعة ولا مجلس العمالة ولا على المستوى الجهادي. بلادنا عزيزة عندنا خصنا نتهلاو فيها. حزب الاستقلال هو حليف استراتيجي على مستوى الحكومة، على مستوى المجالس المنتخبة، لا إقليميا ولا جهويا، على مستوى الحكومة. ونعتبر في الفوز ديال حزب الاستقلال بالرئاسة ديال عامر والمشاركة ديال الإخوان ديال حزب المعارضة الأحرار في التسيير، هذا شيء طبيعي وعادي كيخضع المنطق المتفق عليه. كنقول مرة أخرى نتمنوا لهذا المكتب الجديد التوفيق في أداء مهامه، باش هذه الجماعة هذه تصطف مع الجماعات الكبرى في الإقليم ديال سلا. الساكنة ديال عامر كنتمنى لهم مزيدا من التطور ديال هذه الجماعة هذه، باش نقدروا حنا كاملين نطوروا ذاتنا ونمشيو من حسنين الى احسن. كنقول للمواطنين ديال الجماعة عامر اللي داروا الثقه فينا وصوتوا علينا في الانتخابات ديال 2021، حنا مازلنا على 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 عهدنا، مازلنا على الطريق، وحنا في خدمه الساكنه من اي موقع كنا في الاغلبيه اولا في المعارضه، في التسيير ماشي في التسيير، على مستوى جميع المؤسسات الرسميه مستعدين باش نسدي الخدمات لهاد الساكنه. ومشكورين مره اخرى على الثقه اللي داروا فينا باش لا على مستوى التشريعي 17000 صوت راه ما سهلاش، ولا على مستوى المحلي 14 عضو 14 دائره تعطات في الوقت اللي ما كناش في التسيير. احنا غنزيدو نشتغلو وغنزيدو نخدمو باش نكونوا عند حسن ظن هاد الساكنه ديال هاد الجماعه العزيزه علينا. قرا الاخوان المراسلي مجله فلاش 24 اصوات ومجله اصوات. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.